حاليا متواجدة في معرض السياحة بالجزائر. نشكر معالي الوزير وكل الطاقم اللي ساهم على نجاح هذه الفعالية، فعالية وتظاهرة جميلة جدا في الجزائر العاصمة، تصنع البهجة، تصنع الزهو، تصنع المودة والمحبة بين كل دول العرب. وتواجدت في كل مقرات السياحة الموجودة هنا، وفيها كذلك بلدان عربية تواجدت معنا. نقول لهم أهلا وسهلا فيكم في الجزائر، كان أكثر من 10 دول أو أكثر اللي ساهمت في المعرض. وكذلك نقول كل مؤسسات السياحية الجزائرية أنها تستقطب أكثر زوار للجزائر من أجل الجزائر الجديدة، جزائر الاستثمار، جزائر السياحة، جزائر الحب، جزائر المحبة. وان تو تري فيفا لالجيري. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.